السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم النهاردة بالفيديو ده عن أستك المكوك. الأستك المكوك اللي احنا بنستخدمه في كم العباية، في كم الشميز، في الفساتين، بتكون كمان في الوسط بتاع الفساتين كده، بيكون عامل كشكشة، شكل الكشكشة وأستك كمان. في فرق بين دواسة الكشكشة والكشكشة العادية وأستك المكوك. الميزة اللي بتكون في أستك المكوك إن هي بيديك شكل الكشكشة لكن أستك في نفس الوقت، لكن الكشكشه تعمل لك شكل الكشكشه لكن ما ينفعش توسعها. ده كده اللونين بتوع الاستيك اللي يكونوا موجودين في السوق، موجود اللون الاسود واللون الابيض. الاسود بنستخدمه على كل الالوان القماش الغامقه، والابيض بيستخدم للالوان الفواتح. هي بتكون الخيط بتاع الاستيك هو شبه الخيط العادي او يعني رفيع، مش استيك بقى زي اللي احنا 1 سم 2 سم 3 سم، لا ده زي الخيط بالظبط بس استيك. تمام كده. بنشتغل بيه ازاي؟ بنلضمه على الشمعدان بتاع المكنه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيتلضم اكنها بكره خيط عاديه على الشمعدان، ونبدا نلف الماسوره بتاعتنا وتتملي، سواء مكنه عاديه مكنه نص كمبيوتر مفيش اي مشكله. وبنبدا نركب الماسوره بتاعتنا في المكوك ونشتغل. طبعا انا عامل فيديو بشرح فيه كل التفاصيل، ازاي نلضم الخيط المكوك، ازاي نشتغل الاستك المكوك، كل التفاصيل في فيديو انا عملته عن استك المكوك ونزل على قناتي على اليوتيوب. برضه هشرح لكم دلوقتي، انا لاضم لفيت ماسوره وركبتها في المكوك وركبتها في المكنه، بس هوريكم شكل على السريع شكل الاستك. اهو هنبدا نشغل المكنه وهوريكم شكل الاستك. حبيت برضو اوريكم شكل البكره عامله ازاي، شكل الاستك المكوك عامل ازاي، ان الناس تسمع استك مكوك لكن ما تعرفش بيستخدم ازاي، شكله عامل ايه، عشان لما اروح اشتريه من السوق والكلام ده كله. هنبدا نشتغل المكنه، هوريكم شكل الاستك عامل ازاي. طبعا انا جايب قصقوصه او قطعه قماش صغيره اهي، نمشي اهو، نمشي خيط عادي يعني خياطه عاديه، وهي اللي هتعمل كشكشه دي كده يا جماعه. شبه الكشكشه لكن مش كشكشه، لا يعني هي كشكشه بس استك في نفس الوقت. في ناس بتستخدمها للتوك كمان، ان هم ممكن يعملوا توكه. تمام، بس هي بتستخدم في حاجات كتير. استك المكوك بيكون من تحت ونضمين بكره خيط عاديه على الابره، بس لازم لو هنشتغل ابيض بنكون الاستك من تحت وخيط فاتح من على الوش. هنشتغل اسود بنكون بكره لونها غامق من على الوش على الابره. هو ده كده الشكل بتاع الاستك لما بيتخيط على القماش. استخداماته كتير قوي ونقدر نوظفه في حاجات كتير قوي. لو عجبكم الفيديو او عايزين تعرفوا التفاصيل ازاي لضمت البكره على الشمعدان ولفيت الماسوره وركبت الماسوره وظبطت المكنه ان هي تعمل كشكشه كده، يعني بص انا لما بشدها ما بتطرقعش، الاستك ما بيفكش زي ما هو اهو، لان في مشاكل بتقابل الناس دي بتبقى سبب ان هم ما قفلوش العيار شويه، ما فتحوش الغرزه بتاع العيار. في تفاصيل في فيديو انا نزلته قبل ده، لو عايزين تفاصيل اكتر عرفوني في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه، الناس اللي ما اشتركتش في القناه، لان في ناس كتير قوي بتشوف فيديوهاتي ومش مشتركه، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. كان معكم ابراهيم فؤاد.